وقفة جميلة نقفها هذا اليوم وهذا المساء تحت عنوان نحتفل فيه جميعنا شهداؤنا رقماؤنا. فعلا يجب أن يكونوا الشهداء هم العظماء لملا وهم من رووا بدمائهم تراب هذا الوطن وهم من قدموا أرواحهم فداء للوطن وهم من عشقوا تراب هذا الوطن وقدموا هذه الروح من أجل الحرية. هكذا تسمو أرواحهم الطاهرة وتبقى مخلدة وتبقى عظيمة، عظيمة بما قدم، عظيمة بما أعطى، عظيمة بتبانيهم وعشقهم للشهادة وللحرية. هكذا يكون الشهداء. يجب علينا إذن أن نقدر نحن كشعب نتطلع للحرية، يجب علينا أن نفتخر بهم، وأن لا يأتي هذا الافتخار لمجرد ذكرهم. الذكر هنا لا يوقن فينا عزيمة، الذكر هنا لا يولد فينا عشقا وحبا للشهادة. يجب أن يكون الذكر يتعاطى معه الفعل، وهذا ما نحتاج إليه. نعم، هذا ما يعجبني اليوم فيكم، ولو أن العدد قليل جدا، ولكن هناك أنفس وهناك أشخاص من قبلكم وهناك تفاني. حتى ولو اقتصر على العدد القليل، ومن خلال هذا العدد تفرز القوة الكاملة. لا تتراجعوا أبدا ولا تيأسوا أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يعطي النصر لليائسين. الله سبحانه وتعالى يمد القوة والعزيمة والإصرار والثبات لكل من لديه إرادة، لكل من لديه ثقة بالله سبحانه وتعالى. يجب أن لا ننسى الشهداء، يجب أن نتذكر كل تفاصيل حياتهم حتى نتمتع بهذه التفاصيل، تغذينا في شعورنا في انطلاقتنا. عندما نتحرك نتذكر دم الشهيد، كيف سقط الشهيد؟ كيف سقط الشهيد علي خليل الصباح؟ كيف سقط الشهيد طه العباس؟ كيف سقط الشهداء؟ هذا ما يحركني. الذكر لوحده نذكر معه الله شهيد الغريب وانتهى الامر. لا، الذكر لازم ان اذكر بكل التفاصيل حتى اشعر بالالم الذي يدفعني لان احمل مشمش على الحريه وانطلق لتتكرر هذه الارض من الطواغيت والظلمه، ولنغتصب من قتل ابناءنا. هذه هي الحياه وهذا هو العطاء. يجب ان يتمكن في روحنا القويه وعزيمتنا واصرارنا. شهداؤنا عظماؤنا، يجب ان ننتقل لهذه المقوله: العظمه لا تاتي الا ان نتعلم.
هو القوة من رب العباد. هو من ينتقم لنا ممن ظلمنا، ولكن يجب علينا أن نبقى أقوياء ونتفاعل مع ما قدموا هؤلاء الشهداء. الشهداء لا يمكن أن ينساهم التاريخ أبدا. الشهداء الشهداء هم الشمعة الوطنية في كل أوطان، كل وطن يسعى للحرية لا بد أن يكون هناك شموع تضيء هذا الدرب. الشموع هي الشهداء، هم الشهداء. هذا ما يجب أن نتخذه ونخلد ذكراه. لا تتقاعسوا ولا تتراجعوا. في كل مناسبة يكون فيها تخليد لشريك اذكروا واحضروا وتفاعلوا مع المناسبة. الشريك له ذكرى في ذاته. الأحياء يعيشون ذكرى في ذاته. والشهداء هم أحياء، بل هم باقون ونحن المبتهون. يجب أن نخلد ذكراهم. لهم ذكرى في ذاتهم يجب أن نحتفل بها. وأحوالنا يكون عند قبورهم، عند روضاتهم، ليسعدوا هم بمجيئهم ويشعروا بأن ما قدموا لا زال باق ولا زال يتعاظم بفضل مسيرتكم وعطاكم في درب وعشق الشهادة والشهيد. شكرا لكم.